وبالتالي شباب في الامتحان انا ممكن يجي لي هنا يعلم لي على اللور بوردر اوف ذا زيجوماتيك ارش او من جوه، ويقول لي والله ايه العضله اللي هنا، فتقول لي الاوريجين اوف ذا ماسيتر ماسل. ممكن يجي يعلم لك على كل المنطقه دي اللي هي التمبرال فوسا، فتقول لي والله الاوريجين فور ذا تمبراليس ماسل. ممكن يجي يعلم لك على اللاين، فتقول لي والله ده السوبيرو تمبرال لاين فور ذا تمبرال فاشيا، والانفيرو تمبرال لاين فور ذا تمبراليس ماسل اوريجين. طيب في حاجه بقى يمكن بتتقال برضه في السكاشن بس يعني مش قوي في الامتحان، اللي هي الوولز اوف ذا تمبرال فوسا. وفي فرق ما بين لما نقول الوولز وما بين لما نقول الباوندريز. الباوندريز ديت اللي هي الحدود دي من بره، يعني انت بص كده دي كانت اسمها الباوندريز، تمام كده، دي يعني طبعا اكبر من كده مش قوي يعني، يعني دي بتبقى ايه، يعني دي التمبرال فوسا بتبقى يعني ان شاء الله اشوف رسمه جميله قوي خلاص كده، يعني تقريبا الايه، دي الحدود بتاعت الايه، ممكن نكبر من هنا شويه، دي اسمها الحدود بتاعت الايه، التمبرال فوسا. طيب لو انا عايز اشوف الوولز، الوولز ديت معناها انك بتخش جوه المنطقه اللي هي التمبرال فوسا نفسها، يعني تخش كده جوه واخد بالك وتقرب قوي كده، فدي منطقه التمبرال فوسا. الجزء ده مثلا ده نسميه الانتيور وول اوف ذا تمبرال فوسا، الجزء اللي جوه ده بنسميه الميديال وول اوف ذا تمبرال فوسا، الجزء اللي هو اللي تحت ده الانفير وول، الزيجوماتيك ارش ده اللاترال وول اوف ذا تمبرال فوسا، اللي كده يعني. مش موضع سؤال في الامتحان قوي بس اهو بكلام بيتقال. يعني مثلا تعال ناخد كده مثلا الميديال وول او اللي هو بيكون ناحيه جوه، بيتكون من ايه؟ تقول لي والله الفرانتال بون، تقول لي والله البارايتال بون العظمه الجداريه، تقول لي والله الايه التمبرال بون، تقول لي والله السيفينويد بون. يبقى دول بيشكلوا الايه الميديال وول او الجدار اللي جوه، الميديال وول اوف ذا تمبرال فوسا. في تركه كده يعني، في تركه كده في السيفينويد برضو بتتقال، انا يعني ما بحبش اقول الكلام ده في الاول بس يعني طالما بقى ايه بتتقال في السكشن لازم اقولها. السيفينويد بون يا شباب لما بنبص عليها كده، نشيل برضو دي كمان كده ونبص على السيفينويد بون براحتنا، ادي السيفينويد بون كده. السيفينويد بون يا شباب بيبقى ليها هنا وينج صغير كده اسمه الليسر وينج، وينج كبير كده اسمه الجريتر وينج، والناحيه الثانيه برضو نفس الكلام، ده اسمه الليسر وينج الصغير ده، والكبير ده اسمه الجريتر وينج. فعشان كده لما بنيجي نقول السيفينويد بون بنقول تحديدا الجريتر وينج، يعني انا لما اجي ابقى ابص كده على التمبرال فوسا من بره، فاللي بيشارك في التمبرال فوسا مش كل السيفينويد، انما تحديدا الجريتر وينج اوف ذا سيفينويد بون. ممكن تقول سيفينويد بون والادق تقول الجريتر وينج اوف ذا سيفينويد بون، على اساس ان الليسر وينج بيكون جوه يعني ملوش دعوه بالقصه دي. يبقى انا عندي الايه الباقي بقى عادي، بقى بيت الاسكال بقى عادي خلاص كده، بقى عندنا الفرونتال، عندنا البرايتال، عندنا التمبرال، والجريتر وينج اوف ذا سيفينويد بون. الاربعه دول بيشكلوا الايه الميديال وول اوف ذا تمبرال فوسا. اخش على التمبرال فوسا، مين بيشكل اللاترال وول؟ الزيجوماتيك ارش، ما هي دي التمبرال فوسا اللي بره او اللي بيحدها من بره زيجوماتيك ارش. طب اللي بيحدها من قدام اللي هم الاثنين اللي كانوا بيكملوا بعض، البروسيس ده اللي هو الزيجوماتيك بروسيس اوف ذا فرونتال بون والفرونتال بروسيس اوف ذا زيجوماتيك بون، يبقى دومت كده الانتيريور وول. يبقى انا الوولز انا بخش جوه الفوسه نفسها واتفرج على الوولز، ده ميديال وول، ده الانتيريور وول، وده لاترال وول خلاص كده. الباوندريز لا من بره كده، من على الاطلس من بره اعرف الايه الحدود بتاعه منطقه الايه التمبرال الفوسه. طيب من ضمن برضو الفيتشرز اللي هي ممكن بتتذكر برضو في السكشنز والموجوده على النورمال لاتراليس، حاجه اسمها الاتيريون وحاجه تانية اسمها الاستيريون. بالنسبه للتيريون هو عباره عن اتش شيبد كده، لو انت واخد بالك بتشوف كده ماشي كده تقريبا بالك، يعني هنا في عصايه وهنا في عصايه وفي هنا واخد بالك حاجه في النص كده، كان ده اتش شيبد يعني اتش شيبد بس معوق شويه. يعني خلينا ايه نبصمك شويه الحته دي كده، ايوه نبص الحته دي كده، يعني تقريبا ده الايه تقريبا ده اتش ايه اتش شيب خلاص كده، اللي هي منطقه التقاء السوتشرز الكتير دي، كل اللي سوتشرز المنطقه دي كده بنسميها الايه، المنطقه دي كده بنسميها الايه التيريون. ودي يمكن رسمه اوضح واحلى كتير للتيريون او الاتش شيب. شايف انت سوتشر جايه من هنا مع سوتشر جايه من هنا، واخد بالك والسوتشر ده عاملين المنظر ده اللي هو الاتش شيب، ده بنسميه التيريون يا شباب. والتيريون يتكون من التقاء الفرونتال بون مع البرايتال بون مع التمبورال بون مع الجريتر وينج اوف سفينويد.